السلام عليكم متتبعي قناة الشيف إيمان. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا حالة المرايا من 3 طبقات بمكونات سهلة. نحتاج القبصة ديال الملح، غنضيفوا لها 2 ديال البيضات من حجم متوسط وطبعا بدرجة حرارة المطبخ، نحتاج نصف كأس من السكر سنيدة، وغنخلطو الكل بالخلاط الكهربائي حتى يطلع لينا شوية البيض ويتجانس مزيان مع السكر والملح. من بعد ما طلع لينا البيض بهاد الدرجة هذه، غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت النباتي، طبعا العبارة بكاس ديال العنبة، وغنخلطو الكل. نستمر في التحريك بهذه الطريقة، ثم غادي نضيفو 1 ياغورت كريمي. انا هنا استعملت بيرلي، هو حلو ولكن نتوما ممكن تستعملوا دانون ياغورت طبيعي. إذن غادي نستمروا في التحريك بالخلاط الكهربائي حتى يتجانسوا لينا المكونات مزيان. الان غادي نضيفوا الدقيق، طبعا خصو يكون مغربل. غادي نضيفوا كاس دقيق، طبعا الدقيق يكون ابيض ممتاز، وغادي نضيفو ليه 1 الكيس من الكاكاو بودرة. ثم غنزيدو 1 الخمارة ديال الحلوى، معروف بيكنج باودر، كيس واحد، وغادي نغربلو الكل بهذه الطريقة. غنستمر في التحريك بهذه الطريقه الان غادي نستعمل 1 المول
معروف بالمول ديال القراصة اللي كيتزلو الجانب، رشيتو بالزبدة وبالدقيق ودرت له واحد الورقة ديال الزبدة باش نتفادى الخليط يخرج ليا من الجناب. اذا غادي نصب الخليط ديالي في وسط القالب، اذا بهذه الطريقه غادي ندخلوه للفرن الساخن لدرجه 170-180 درجه. اما بالنسبه للطبقه الثانيه فغنستعملو كيسه ديال ياغورت كريمي. انا هنا استعملت بيرلي حلو، لكن ممكن تستعملو ياغورت طبيعي. نحتاج كذلك نصف كأس من الماء وستة ديال المعالق ديال الحليب بودرة، ستة ديال المعالق كبار. غنضيف ليه نص كاس ديال الماء وغادي نخلط الخليط حتى يدوب لي داك الحليب بودره مع الماء. اذا غنضيف ليه دابا 3 ديال الياغورت كريمي انا هنا استعملت بيرلي حلو، ولكن ممكن تستعملو دانون طبيعي. اذا بهذا الشكل وغنستمر بالتخليط حتى يتخلطوا ليا جميع المكونات ونحصل على كريمه. الان من بعد ما وجد ليا الكيك غادي نوضع من فوق منها طبقة ديال الكريمة بهذا الشكل، ثم غادي نردها للفرن لبضع دقائق حتى ينشف ليا طبقة ديال الكريمة. طبعا غنشعلو ليها غير الفوق. اذا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلتها للفرن نشفت ليا الطبقة ديال الكريمة، شعلت ليها غير الفوق وهي بضع دقائق بهذا الشكل. الان غادي ندوزو للطبقه الثالثه اللي هي الطبقه ديال الفلون اللي غنحتاجو فيها 3 ديال الكؤوس ديال الماء. ده.
كان طفلي 4 ديال المعالق الكبار ديال السكر، ثم غنضيف ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان. والان غنحتاج لجوج ديال الاكلات، اكياس ديال الفلون. هنا عندي كيس ديال الفلون شوكولا، وغادي نضيفو كذلك كيس واحد ديال الفلون كراميل. اذا هذا فلون شوكولا واحد، ثم غنضيفو ليه كيس واحد ديال الفلون كراميل، وغنوضعو الكل فوق النار حتى يبدا في الغليان. ثم الان غادي نحاولوا اننا نصبوا الفلون ديالنا فوق من طبقه ديال الكيك والطبقه ديال الكريمه. طبعا انا غنستعمل الملعقه في الوسط باش يتوزع ليا الفلون فوق الكيك بطريقه متساويه. نستمر بهذه الطريقه. دابا غنخليوه يبرد وغادي ندخلوه للثلاجة لمدة لا تقل على 4 ديال الساعات. اذا كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو حلى المرايا ديالنا. كيف ما كتشوفوا انه مكون من 3 ديال الطبقات، طبقه ديال الكيك، طبقه ديال الكريمه ديال الياغورت، وطبقه ديال الفلون شوكولا اي كراميل. اذا هنا راه خليناها 4 ديال الساعات في الثلاجه حتى بردات مزيان. وهكا هو الطبق النهائي او الشكل النهائي ديال حل المرايا ديالنا. كنتمنى الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. وطبعا ما تنسونيش من الدعم ديالكم ومن المشاركه في القناه، والى اللقاء.